تعالوا بقى اقول لكم ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده. وشايفين شايفين حلو قد ايه وخفيف على البشره. ارخص فيتامين سي في مصر ممكن تلاقوه في كل الفيتامين اللي انتم متخيلينها. فتعالوا اقول لكم انا لقيت المعجزه دي ازاي. فيلا بينا بسرعه نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلنا اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين. ويلا حالا على الفيديو بسرعه جدا. سيرم سي لايت اكيد سمعتوا عنه، واللي ما سمعش عنه انا النهارده هقول لكم كل تفاصيله، لان بجد بجد حاجه حلوه جدا. بس في عيب واحد بس، ان هو طبعا هو شركه مصريه وكل حاجه، لازم تخشي على الموقع عشان تعرفي المقدار من كل الفيتامين اللي موجوده فيه. يعني في لو انا لما اشتريته ما كانش مكتوب عليه 10% 15% والحاجات دي كلها. بس قعدت ادور كده بعد ما اشتريته، قلت طب انا كنت المفروض اعرف في قد ايه فيتامين سي، طلع فيه 10%. طبعا فيتامين سي سي لايت ده فيه كل حاجه انا بصراحه ما كنتش متخيلها في فيتامين. انا اعرف ان الفيتامينات الفيتامين سي الموجوده هي بس اللي في السوق المصري بتفتح، يعني بتديكي تفتيح وكمان بتبوظ ومش عارفه ايه، ولو حطيتيها ازاي ولازم تبقى في الضلمه والجو ده. لا مفيش هو الجو ده خالص، انت بتحطيه في الثلاجه عادي جدا وتستعمليه الصبح او بالليل. خلاصه العرق سوس، وكمان في الكافيين بيفتح تحت العين قوي 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 للناس اللي عندهم هالات قويه جدا، هيلاقوا فرق جدا مع الاستعمال المداوم. انتوا عارفين عيوب المصري لازم تكون يعني الحاجه طويله الامد شويه، مفيش حاجه بتظهر على طول. فمن تاني عبوه هتلاقي النتيجه معاكي فرقت جدا جدا. في فيتامين كتير قوي، في صبار وفي حاجات كتير قوي بتغذي البشره زائد فيتامين سي. بس فيتامين سي هو النسبه الاعلى موجوده فيه 10%، فده بالنسبه لي كويس جدا جدا، وسعره رخيص جدا جدا جدا. يعني انا جبته الصراحه في العرض، هو سعره 200 جنيه، انا جبت اتنين مع بعض، جبتهم تقريبا من 250، يعني كانوا عاملين عرض الاثنين مع بعض 250، جبتهم من صيدليه مصر. فده بصراحه حلو جدا جدا جدا، والاثنين هستعملهم. دي تاني عبوه استعملتها، حلو قوي 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 بجد، تحفه، وفتح بشرتي جدا جدا. لان انا الصبح وانا خارجه ما بحطش غير السيرم فيتامين سي وكريم الشمس بس، ولا كريم مرطب ولا كريم حاجه. لما برجع بحط واحد ده تاني، وبعد كده بحط الكريم المرطب، وبعد كده كريم العين، وبقعد في البيت بس طول ما انا خارجه الصبح. طبعا وشي بيلم تربي بيلم الحاجات دي، فعايز احافظ عليه لغايه ما ارجع واحط الكريمات اللي انا عايزاها. فده اللي بستعمله الصبح، عشان كده بقول لكم بيفتح جدا 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 جدا. طبعا انا مش هقول لكم فوائد الفيتامين سي، انتوا عارفين فوائدها جدا جدا جدا، انه بيشيل التجاعيد وبيعزز البشره، وكمان بيجدد الكولاجين بتاع البشره، وكمان بيجدد الخلايا بتاعه البشره. في فيتامينات كتير قوي قوي قوي، وسعره معقول جدا، والعبوه كمان كبيره جدا جدا جدا، ومش لزج والحاجات دي كلها زي الملمس بتاع فيتشي. عارفين فيتشي؟ اول ما تحطه على البشره بيمتص البشره بسرعه كانك حطيته ميه. هو ده نفس الملمس بتاعه بالظبط، ده اللي لقيته فيه الصراحه، نفس الملمس ونفس الريحه بتاعت فيتشي. انا معرفش ازاي، بس بجد انا اشتريت فيتشي وكمان عملت عليه ريفيو، وقلت لكم انه بجد بتقعدي شهر واحد وخلاص، يعني لو ما استعملتوش خلال شهر خلاص باظ واتدمر، وتستعمليه بطريقه معينه واكتر من خمسه بيبوظ بشرتك والحاجات دي. ده زي فيتش بالظبط ونفس المكونات، بس طبعا بتاع فيتش 15% فيتامين سي بس، فلو استعملتي اكتر ممكن يلتهب ويحرق بشرتك. ده ممكن تستعمليه بعد الديرمارول، بعد الحاجات اللي انت بتحطيها على بشرتك لو بتعملي جلسات لبشرتك. اللي عندها جفاف في البشره ومعهاش تشتري الهيدرونيك اسيد، انت معكيش تشتري الهيدرونيك اسيد او 500 جنيه او الحاجات دي كلها، ده فيه هيدرونيك اسيد يعني فيه ترطيب للبشره. في وقت معانا نشتري، في وقت معناش بنستعمل الموجود والمتاح. فده المتاح دلوقتي بالنسبه لك وبالنسبه لي وبالنسبه لاي حد، في وقت انا بقدر اشتري الغالي وفي وقت بقدر اشتري الرخيص، لاني معيش، فعايزه حاجه كويسه. فحاجه كويسه فيها كل اللي انا محتاجاه لبشرتي، وكمان احافظ على اللي انا عملته. يعني انا بشتري حاجات غاليه، فعايزه احافظ على الشكل ده اطول وقت ممكن. فاحافظ على الشكل ده ازاي؟ ما اجيبش حاجات واقعه قوي، ما اجيبش حاجات بايظه قوي، ما اجيبش حاجات عشان رخيصه جدا مش عارفه ايه. لا، ادور على الحاجه المظبوطه ليا. فدوري على الحاجه المظبوطه ليكي. وانا بقول لك من الاخر، سي لايت ده حلو جدا 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 في كل حاجه. لو انت بتخرجي الصبح جامعه بقى مدرسه اي الحاجات دي، لان لازم تهتمي ببشرتك وانت صغيره، فده كويس جدا 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 مع كريم الشمس او كريم المرطب بتاعك. ولما بتستعملي السيرم بالليل حطي ده بالليل زائد الكريم المرطب بتاعك زائد كريم العين. لو ما عنديش كريم عين كفايه الكريم المرطب، بس جيبي كريم مرطب سيرافي، حاجه كده خاليه من المواد الكيماويه تبقى كلها طبيه، اعملي على عينك ووشك ورقبتك وايديكي وكل الجو ده، زائد السيرم اللي بتحطيه تحتيه
وخلص الموضوع. اشوفكم بقى في الفيديو الجاي على خير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد، ومستنيه اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.